السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ الله يحميكم، يسعدكم، يحمينا كلنا جميعا، يا رب يرزقنا. نزلنا على السوق ولقينا لوبيا. أنا هذا اللوبيا بحبه أنا. فشو حنسوي فيها؟ حنسوي لوبيا بالزيت. سهلة كثير، ما بدها شيء، مكوناتها على بركة الله وبسم الله وصلوا على النبي. بدكم زيت القلي، بدنا بصلة كبيرة، سن ثوم وسط أو كبير، بدنا نقسمه كله دون ناعم، بندوراي نقسمها ناعم، عندكم شوية كزبرة فريش أو بالمفرزة معلش، ملح وفلفل، طبعا اللوبيا. لوبيا يعني شيء نص كيلو كيلو على حسب شو بدكم انتم. انا تعلمتها من امي، الله يخليها ويحفظها ويخلي لكم ان شاء الله، انه مشان تصير بسرعه اللوبيا، لانه اللوبيا بتاخذ وقت اكثر من الفاصوليا، يعني بدها وقت كثير لتستوي. بنحطهم درجات البخار او الضغط لحوالي 10 دقائق، ما بتلاقي الا يعني صارت كثير رايحه نيفه واستويت، وبتاكلوها بتاكلوها صبعكم وراها. هلا شو بنساوي؟ عبك الله قولوا بسم الله صلوا على النبي. يلا نحط اللوبيا بطنجرة البخار، هي تعلمتها من أمي، لأنه اللوبيا بتاخد وقت طويل لتستوي. فبنحطها بطنجرة البخار لشي ربع ساعة لحتى تصير نيفة، بعدين بنقيمها بطنجرة البخار ونضيفها للبصلات وبنقليها شي 5 دقايق ثانية، وبالحالة بتكون خلصت اللوبيا بالزيت، بعد ما نضيف لها طبعا الملح والفلفل. نشعل تحت الزيت وتحمى، بنحط البصلات جمال، حط عليهم كزبرة، اللي عنده ما بده بصير كمان بلا كزبرة ولا شيء، ونحط البندورة اللي ما عم نستنى اللوبيا تغير بخار. هلا بنحط اللوبيا بعد ما استويت من درجة البخار بالزيت، هاي اللوبيا غير الفاصوليا بتاخذ وقت كثير لتستوي، فانتبهوا، هاي تعلمتها من امي الله يخلينا اياها، انه حطوها بطنجرة البخار قبل حتى تروح نيفة، بعدين حطوها بالزيت. هلا بنحط لها نص معلقة صغيرة ملح، سبع بهارات أو فلفل اللي عنده، ربع معلقة صغيرة شوية قرفة. ذرة. نطفي تحتها، حطها بصحن تقديم مع خبز فجل أو مخلل او بصل اخضر، يعني شو ما بتكون، خلى لفت كمان طيب معها او مخلل خيار. ناكل اصبعنا وراها، وان شاء الله تعجبكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.